أحبتنا في كل مكان، نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من هذا البرنامج نتجول مجموعة من الأهداف. حرص كما تعرفون خلال حلقات ماضية العودة إلى مرحلة الثمانيات تحديدا، هي المرحلة الأجمل في عمر الكرة الكويتية، واليوم إن شاء الله أيضا خاش لكم أهداف من الزمن الجميل. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في بطولة كأس أمم آسيا عام 1988 في دولة قطر، التقى الكويت والصين، وكان مع منتخب الكويت مدافع فلة مثل ما نحكي بالعامية، لاعب مهاجم بمدافع مميز عادل عباس، أو كما يسمونه ذاك الوقت رامبو، بأيام أفلام رامبو كان يشبهونه في رامبو، طويل القامة وجسمه كان مميز. وكان مع المنتخب أنذاك أيضا منصور باشا، ومنصور باشا ما يثني، لاعب وسط مميز سوبر، مجهوده كبير ووافر وعطاءه مميز. منصور باشا حتى أيضا اختفى على الأضواء، لم يعد له حضور إعلامي بشكل كبير، ولكن اللاعبين باشا ورامبو عادل عباس سجلوا هدفين لا يسقطون من الذاكرة. دعونا نشاهدهم. جول عادل عباس، اول هدف حلوه عادل عباس من كره ثابته، بالفعل لعبها على طول وبيسجل اول اهداف المباراه لمنتخب الكويت الوطني عادل عباس. ايضا عادل عباس من كره فاول، شوفوا الاعاده، بصاها وشات ونط اللاعب الصيني مره من الحيطه. دقيقه 17 في الدقيقه 17، عادل عباس اللي عنده واحد لمين، كرة ملعوبة وشايت جول. الله 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 الله، يا منصور باشا، منصور باشا حلوة وقوية على طول. منصور باشا الهدف الثاني في الدقيقة 18، في الدقيقة 18 عادل عباس ثم منصور باشا. حلوة يا أولاد، هذا اللي احنا نشوفه، هذا بالفعل، هذا بالفعل اللي الكرة لما تلعب. منصور باشا ايضا عادل عباس في الدقيقة 17 والدقيقة 18، شوط الثاني عادل عباس ومنصور باشا، هدفين لمنتخب الكويت الوطني. احمد المطيري لاعب برز في نادي كاظمة في كثرة النجومية بمرحلة التسعينات، ولكن استطاع أن يضع له اسم مع المنتخب الوطني، وكان أحد اللاعبين البارزين والمتألقين مع المنتخب الوطني في خليجي 14 في مملكة البحرين عام 98، وحصل المنتخب على كأس البطولة. مدافع لكن أيضا لها أهداف، دعونا نشاهد هدفين لأحمد المطيري. وهدف أيضا رابع، والرابع رابع رابع الرابع، مباراة ما يحتاج لها طبعا تعليق ووصف، لكن نتفرغ للأهداف. وأحمد المطيري، أحمد المطيري سجل الهدف الرابع في الدقيقة 21 خلال 3 دقائق، 3 أهداف، 19 نهير الشمري، 20 بشار عبد الله، وفي الدقيقة 21 أحمد المطيري الهدف الرابع. 4 الكويت، بوتان لا شيء. بدأ مسلسل الأهداف بعد هدف جاسم الهويدي. كنت ضيعتها، والآن والآن يا المطيري، والآن رول المطيري. إذن وينها يا المطيري لما كانت الأولى؟ وينها الشوتة هذه؟ كانت أنهت المباراة وراح كاظمة بالكأس الإنجليزي، وينها وينها؟ في 1987 كانت هناك مباراة في قطر للظروف اللي كانت تمر فيها إيران، فقيمت المباراة في بلد محايد اللعبة حق قطر في قطر، وكانت مباراة الكويت وإيران.
الحلو فيها خالد الحربان المعلق اللي ما يتعوض تعليق على الهدفين. الهدف اللي سجله خالد شبيب بدأ يصرخ شبيب شبيب شبيب، وخالد شبيب الدغباسي كان مهاجم مميز في نادي التضامن، لكن لاعب ترك بصمة جميلة مع المنتخب الوطني. وفي الجهة المقابلة الهدف الثاني أيضا اللي سجله من بلنتي فيصل الدخيل، قال الحربان كلمة باللهجة المصرية لما احتجوا لاعبين منتخب إيران حيضربوا الحكم. كان الحربان متعة كروية جميلة في عالم كرة القدم. دعونا نشاهد شبيب شبيب والدخيل وخالد الحربان حيضربوا الحكم، شوفوا يا بعض. كرة مع شريدة، لعبة يمين ما يبي الحداد، كرة مع ما يبي الحداد، ثم دخل الكرة الحداد. هذه بينية السليمة اللعبة على طول في عرض الملعب، على طول لعبة لمؤيد الحداد طلعها، هي اللعبة العرضية العكسية السريعة هي المفروض تلعب كرة القدم. توصل لعادل عباس وعادل الهاجري رجع مرة ثانية بلنتي 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 بلنتي، حيضرب الحكم حيضرب الحكم، بلنتي بلنتي يا من أول، بلنتي بلنتي كانت هي من أول، المفروض في البلنتي بلنتي 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 لمنتخب الكرة الوطنية. ضربة جزاء، ضربة جزاء، فيصل الدخيل جول 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 لمنتخب الكويت الوطني فيصل الدخيل في دقيقة 44 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 في نهائي بطولة العالم العسكرية في الكويت التقى منتخب الكويت ومنتخب بلجيكا، وكان نهاية الفترة الجميلة للعمر الرياضة الكويتية بعدها النجومية بشكل عام اختفت. وعادة المباريات لا تسقط من الذاكرة عندما يكون عبد الله البوشي وبنبرة عبد العزيز العنبري، لازم لهم بصمة في شباك بلجيكا. دعونا نشاهد المباراة النهائية. وصل الى مبارك مرجوك كره مع عنبر مرجوك لعبها بالنص الى بوش، لعب بوش بوش غير ناحيه ثانيه، غير ناحيه ثانيه، غير ناحيه ثانيه، بدل بدل الدقيق دقيق لعبها لعبها بوش بوش عزرها وجود بوش بلوشي لعبه بدل الدخيل نمره بلوشي طلع واحد بلوشي طلع بلوشي ويطلع بلوشي يدخل جول حتى الله جول في الدقيقة 14 جول في الدقيقة 14 بلوشي جول حلوة حلوة. نعيم بيحصلها نعيم، نعيم يلعبها إلى جهة اليمين مؤيد الحداد، مؤيد لعبها ناصر الغان، الغان لعب الدخيل لعب مؤيد الحداد، مؤيد في واحد مع مؤيد الحداد طلعها بيلعب جول جول الله
30. دوري قاعد أقول يا أما منتخب الكويت العسكري يعلن نفسه بطلا يا أما يكون في وقت إضافي لا خلاص. احنا أبطال كأس العالم خلاص خلاص لثاني دورة على التوالي لثاني دورة على التوالي. عبد العزيز العنبري حبيتنا في كل مكان. وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. باكر إن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة. فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.